حياتك في كتابك. أعزائنا المشاهدين، سعداء أن نكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج حياتك في كتابك. معانا النهاردة الأستاذ بشاي جبرة ضيف الحلقات زي ما تعودنا، وبنصلي من قلبنا أن الحلقة تكون سبب بركة للجميع. اتكلمنا في الحلقة الماضية إزاي نعمل 10 نقاط كتدريب على قراءة الكتاب المقدس. اتكلمنا في أول نقطة، قلنا أنه ناخد الكلام على نفسنا. تاني نقطة ان نصدق كل كلمة بنقراها، يعني يكون اصدق اللي هو الايمان، يبقى عندي ايمان الكلام ده هيتحقق في حياتي، اي آية بقراها اي وعد بقراه هيتحقق في حياتي. تالت نقطة اتكلمنا فيها، لما اقرا كلمة الله يحصل عندي شعور بالخوف، في وصية الله بيوصيني بيها لابد ان انتبه ونفذها، ما اكسرش الوصية اللي الله حاططها. رابع نقطة اتكلمنا فيها نطلب الفهم، آيات كتير لو قرناها قراية عابرة مش هنفهمها، لكن لازم أطلب المعونة من ربنا وأقول له نور ذهني، افتح ذهني عشان أفهم كلمتك، أفهم وصيتك، أتلذذ بيها، أتلذذ بالوعد اللي انت وعدتوني. دي كانت النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها الحلقة الماضية على التدريب للكتاب أو قراية كتاب المقدس. النهاردة هنستكمل مع بعض بعض النقاط، إذا كانت الحلقة وقتها يكفي هنعمل 10 نقاط هنكملهم، إذا ما كفيش هناخد بعض النقاط ونكمل الحلقة اللي جاية. كلمنا أستاذ بشاي عن النقطة 5. أهلا وسهلا بك جان، وأهلا بالسادة المشاهدين. وبكمل معك الوصايا 10 لقراءة الكتاب المقدس أو التداريب زي ما قلتي أو روشتة، اللي من خلالها تدينا استفادة أكبر عندما نقرأ الكتاب المقدس. وزي ما ذكرت الأربع نقط بكمل النقطة 5 أو الوصية 5، وهي تمسك بالوعد. بمعنى إيه؟ أن الكتاب المقدس مليء بالوعود، وتقريبا يعني حوالي 3000 وعد، وأكثرهم الوعد اللي إحنا بنتذكره كل صباح وكل يوم، أنا هو لا تخافوا، ودي ذكرت 365 مرة بعدد أيام السنة. كمان تمسك بالوعد بمعنى إيه؟ أنت عارفة الأب لما يجي وعد ابنه طفل صغير يقول له أنا هعمل لك الشيء الفلاني أو هجيب لك الهدية الفلانية، ويجي الأب يحاول يزوغ من ابنه أو يعني ينسى يجيبها له، فيجي الطفل يقول له بابا يو بروميس، أنت وعدت. إحنا ممكن نعمل كده مع ربنا في كل ضيقتنا وفي كل همومنا ومشاكلنا، نقول ربنا يقول نعم انت وعدت وقلت ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، انت يا رب وعدت هتنقذني هتنقذني، انا عارف انك هتنقذني، بس لكل شيء ليه وقته حسب إرادة ربنا وحسب مشيئته. عشان كده النقطة دي انا بحب فيها انه كل واحد فينا يقرأ أي جزء في الكتاب المقدس ويجي قصاده واحد يروح حاطط عليه خط بالأحمر أو بالأخضر، ويجمع الوعود كلها في كشكول أو في ملزمة أو في ورقة خارجية حطها في جيبه، لما يجي مرض ليا أروح مطلع الورقة يفتكر الوعد، أشوف ربنا بيقول لي أنا هو الرب وشفيك، أقول له أنت يو بروميس، كلام ده عمله مع ربنا، أقول له ربي وإلهي أنت وعدت. لما تيجي ضيقة رح نطلع الضيقة، استمرت الضيقة وقعدت سنين وقعدت العمر كله، رح نطلع الورقة وقرأ وعد بيقول لي ربنا في إيه في الكتاب المقدس، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماء. ما فيش أحلى من ملكوت السماء. ده مش كده وبس، ده لو كان على الضيقات وبسببها هخش السماء
انا اصلي ليل ونهار واقول له يا رب ايه خلي الضيقات ما تشيلهاش. مره قريت في بستان الرهبان راهب كان طول عمره مريض وكان شاكر ربنا، لما ربنا ابتدى يشفيه قعد يعيط. الله انت بتعيط ليه يا ابونا؟ قال لهم حد عارف ممكن اثناء المرض كان ربنا حاطط وجهه ليا وكان باصص لي باستمرار، يمكن لما خفيت ربنا يحجب وجهه عني. عشان كده داود قال له يا رب في وعد. ايه هو الوعد يا داود؟ قال له لا تحجب وجهك عني والى وجهك التمس. دي النقطه الخامسه في حلو التدريب دوت، ان احنا نجمع مجموعه من الوعود تفضل معانا، وكل ما نقع في ضيقه نطالب ربنا ونفتكر وعوده، ده بيشجعنا ويخلينا ما نخرش وما نضعفش. ده حلو قوي الرقم خمسة، تمسك بالوعد. تمام. اذا هنا احنا بفكر نفسي وبفكر السادة المشاهدين، بقول لهم لما تيجي تقرا الكتاب المقدس خد الكلام على نفسك، بيرسونالي شخصي، كل آية تعتبرها موجودة في الكتاب المقدس ليك انت شخصيا، ما تقسهاش على حد. وده الشيطان هنا بيحاول عدو الخير يبعدنا عن النقطة دي، وتلاقي الواحد فينا ايه قاعد في اجتماع او قاعد في كنيسة او قاعد يسمع وعظة، ومجرد انه بيسمع حاجة عجبته يروح محولها للآخر ما ياخدهاش على نفسه. اتنين، صدق كل كلمة ربنا لما يقول انا هو الرب راعيك او الرب راعي فلا يعوزني شيء. صدق كلمة يعوزني معناها صدق لا يعوزني شيء. ثلاثة، خاف من كلمة ربنا. خاف زي يوشيا الملك في ملوك الثاني 22 لما سمع كلمة ربنا خاف وارتعب، خاف منها. ليه؟ لأن لما الواحد يخاف من كلمة ربنا حالة الخوف تعطيه حالة استعداد دايما. وعندنا أمثلة كتير في الكتاب المقدس وبالأخص في سفر القضايا. بعد كده النقطة الرابعة قلنا اطلب الفهم، فليعطيك الرب فهما. يا سلام يقول له كده، يقول اطلبوا الفهم، حاجة حلوة قوية. النقطة الخامسة اللي قلتها دلوقتي تمسك بالوعد. ستة، قول لكلمة ربنا حاضر. هتقابلك كلمة ربنا عندما تقرأها في ثلاث أشكال، وزي ما قلنا قبل كده، يا إما تقابلها كوعد، يا إما تقابلها كوصية، يا إما تقابلها كحقيقة. في كلتا الحالات والحاضر يا رب، ما تفصلش، ما نعملش زي أيوب يقعد يقول لربنا اشمعنى أنا يا رب اللي تعمل معايا كده، ما أنا عملت إيه؟ تم الناس كلها قدامك وأنا راجل بار وأنا بفهم في كل حاجة. صراحة ربنا سأله 100 سؤال، طلع ما يعرفش حاجة خالص. قال عايز تعرف؟ هي عجيبة جدا في سفر أيوب. قال له اسأل البهائم فتعرفك وطيور السماء فتحدثك. ياه والحاضر بدون فصال، طيع الوصية، طيع الوصية. وبعدين كلمة حاضر فيها طاعة، فيها طاعة، فيها بركة. ليه؟ لأن ابن الطاعة تحل عليه البركة. عايز تتبارك بكلمة ربنا طيع، لأنه بولس يقول ليس الجميع أطاعوا الإنجيل، ده بولس الرسول. قول حاضر، يمكن لما تقول حاضر نعمة ربنا هي اللي تقودك بعد كده، تفهمك وتخليك تصدق وتخاف وتطلب الفهم. دي النعمة، ما هي أصل الروشتة. أنا بعتبرها روشتة طبية زي روشتة الدكتور. الدكتور بيكتب مسكن مع مضاد حيوي مع فيتامين مع دواء للمرض نفسه، كل الحاجات دي بتكمل بعض عشان تدي الإنسان في الآخر شفاء وصحة. هكذا الروشتة أو النقط العشرة دول كلهم يدوا للإنسان صحة روحية وشفاء من كل مرض روحي، بل صدقيني كمان بتديله كمان شفاء في المرض الجسدي.
بعد كده النمره اللي بعد كده، وانا بقرا الانجيل لازم اعترف بخطيئتي. توبه. وكون ان انا امام الوصيه بعترف بضعفي وبعترف بخطيئتي، الوصيه تمنحني بركه. والاعتراف عند البعض مش الكل، عشان ما بقاش انا يعني متحامل، مفهومه ناقص شويه. كل مفهومنا عن الاعتراف ان الواحد يروح يقول انا يا ابونا اخطيت في الشيء الفلاني، قوم مغفوره لك خطاياك. الاعتراف الحقيقي يحوي ثلاث نقط. اول حاجه اعتراف بالايمان، عشان كده لابد ان اؤمن بقانون الايمان، بالحقيقه اؤمن باله واحد الله الاب ضابط. عارفة هو ده اعتراف بالإيمان. اللي يهم ربنا في الاعتراف انك تعترف بإيمانك مش بخطيتك. لو على خطاياك، لو على خطاياك ربنا قادر ان هو يطرحها في وادي النسيان ولا اعود اذكرها. احكي لك، احد الاباء الكهنة القريبين مني حكى لي موقف، يعني هو مش سر اعتراف، لكن قال لي جالي واحد راجل كبير في السن قوي، وقال لي ابونا عايز اعترف. راجل فوق في الستينات، يعني فوق الستين كمان. بيقول لي اول ما قعد معايا قعد يبكي بكاء شديد، وابونا يعني سايبه يبكي. والمعتاد أو اللي متعودين عليه إنه هيعترف. قال لأبونا أنا بقالي كتير قوي أكثر من 40 سنة ما اعترفتش، وبعيد عن الكنيسة. أبونا سأله سؤال واحد بس، قال له أنت بتحب ربنا؟ قال له جدا، وإلا ما كنتش جيت دلوقتي. قال مغفور على خطاياك. ما اعترفش، ما قالش حاجة. قال له أنا بحب ربنا جدا، عشان كده أنا جيت، عشان كده أنا بركي. قال له قوم مغفور لك خطاياك. يبقى أول حاجة في الاعتراف، الاعتراف بالقانون بالإيمان. أكون مؤمن ومعترف. عشان كده أبونا في نهاية القداس بعد ما صارت كل الكنيسة قديسين وقديسات يقول إيه؟ أؤمن بيعترف. ده هنا اعتراف. إحنا حتى إحنا بنسميه في طقس الكنيسة الأرثوذكسية الاعتراف الأخير، يقول كده أؤمن وأعترف أن هذا هو بالحقيقة أمين إلى النفس الأخير. ده اسمه اعتراف الإيمان. اثنين، اعتراف الشكر، أن أنا أعترف بفضل الله علي، أعترف بمحاسن الله علي، أعترف أن أنا ليلة ربنا ما أقدرش أقعد القعدة دي، ما أقدرش أقف على رجلي، ما أقدرش أخد شهيق وزفير وطلع زفير. فلازم يكون في شكر دائم. وفي الحته دي يقول الكتاب اشكروه ايه؟ كل حين. ده مش كده وبس، كمان ده مش الكتاب بس. انت عارف احنا في التسبيحه بنعمل ايه؟ في تسبيحه يوم السبت بنقول ايه؟ بنقول كل نفس اعطيه. يعني عارف يعني ايه كل نفس اعطيه؟ يعني كل نفس خارج وداخل اسبح وامجد واشكر اسمك القدوس. يا سلام، ودي تسبيحة فعلا الكنيسة المجاهدة على الأرض. اللي هيستمر في هذا التسبيح وهذا الاعتراف يبقى عضو في الكنيسة المتصلة في السماء. ده اعتراف الشكر. ثالث اعتراف هو الاعتراف بخطيئتي. أنا هقول ما أخطأت إليه وزعل ربنا، مش زعل الدنيا وزعل الناس، لا زعل ربنا. أي خطأ قد تكون عدم الابتسامة أو عدم المصافحة أو المصالحة في حد ذاتها تغضب ربنا. ابتسامة ليه؟ لأن طالما أنا قادر أبتسم في وشي اللي قدامي وما عملتش تحسب لي خطيئة. عشان كده بيقول إيه؟ من يفعل حسنا، من يستطيع أن يفعل حسنا ولا يفعل تحسب له خطيئة. ده الاعتراف بخطيئتي. عشان كده عشان الواحد ما يقعدش يخطئ مرة تانية ويرجع للخطيئة مرة تانية،
لابد أن يضع خطيته أمامه في كل حين. تمام، النقطة الثامنة. عايز أقول حاجة في حتة الاعتراف، سامحوني يعني أنا بقول لكل السادة المشاهدين اقبلوا مني هذا، لأنه في طقس قديم عندنا في الكنيسة إزاي تمارس سر الاعتراف. وأذكر نيافة الأنبا بنيامين أسقف المنوفية عمل بحث رائع، ربنا يديم كهنوته ويبارك ويصلي من أجلي ومن أجل الخدمة في كل مكان. أمين. نيافة الأنبا بنيامين، وقال إنه في طقس لسر التوبة، لسر ممارسة سر التوبة والاعتراف. أول حاجة بيتكون الطقس ده من 5 نقط. أول نقطة قبل أنا هعترفه، رايح النهاردة أي من النوم هروح أعترف، بصلي مزمور 50. ده مهم جدا، المزمور ده كله آيات تساعد المعترف إنه يتوب. اللي هو بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثافتك، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني. كل المزمور ده كلماته في حد ذاتها بتغسل اي واحد عايز يتوب. 2، لسه انا ما رحتش لابونا، بصلي مزمور 35 و37، لان دي احنا بنسميها في الكتاب المقدس مزامير النصره الروحية أو الغلبة أو الانتصار على الخطيئة. ساعد. ثالث حاجة أحضر عشية. أنا ده أنا بفضل كده يعني. هتقولي طب افرض إنه في يوم ما فيش عشية، لا، الاعتراف مقبول وعلى حسب سوء القلب كل واحد ربنا بيغفر كل الخطيئة. لكن أنا بفضل إنه يحضر عشية. ليه؟ لأن في عشية أبونا بيصلي أوشية المرضى. المرضى الروحيين اللي عندهم خطايا مش قادرين يعترفوا بيها، أبونا بيصلي عني وعن كل الحاضرين بأوشية المرضى. يبقى أول نقطة بقرأ مزمور 50، 2 مزمور 35، 37، بروح أحضر عشية وأحضر صلاة أوشية المرضى، لأن رب أبونا في أوشية بيطلب عن كل المرضى، المرضى الجسديين والمرضى الروحيين، كله 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 كله، وأنا كمريض بخطاياي بيطلب عني وبيرفع. عشان كده ابونا في عشية بيعمل ايه؟ بيعمل دورة بخور في الكنيسة وانا واقف في وسط الشعب، وهو ماشي بالشورية المفروض بيلم اعترافات الشعب، المفروض. ولو انا في حاجة ما اعترفتش بيها او حاجة مضايقاني بميل على ابونا او بديله ورقة مكتوبة، وبيلم كل الاعترافات دي ويجري بسرعة على المسبح ويوقف قدام المسبح ويقول يا رب كما اعترفت اعتراف اللص اليمين على الصليب اقبل اعترافات شعبك اللي هي اتقالت لي او اتقال. بعد كده النقطة اللي بعد كده اروح لابونا بقى. ابونا بيعمل ايه؟ بقعد معاه. مش عارف اذا كان ده يعني مقبول دلوقتي ولا لا. تعلمنا، انا تعلمت وانا طفل وانا صغير في مدارس الاحد او في كنيستي، انا من كنيسة أمنطونيوس بشبرا، كانوا أساتذتنا وأبائنا يعلمونا لما نقعد في جلسة الاعتراف ما يبقاش الكرسي اللي أنا قاعد فيه مع أبونا في ارتفاع واحد، لازم أنا أكون أقل. أبونا علي شوية أو أنا قاعد على كرسي أوطأ أو أنا قاعد على الأرض، ده بأقر بالخطيئة. والإقرار بالخطيئة لازم يا جماعة، لازم يا جماعة يكون عندنا هذا الإيمان. إحنا مش قاعدين مع أبونا بنعترف له شخصياً، جلسة الاعتراف انت قاعد مع روح الله في شخص ابونا. واقول لك ازاي؟ لان ابونا لما جينا نعمله قسيس وقف قدام الاسقف او وقف قدام البطرك وفتح بقه وقال فتحت فمي واكتذبت روحا، ده مزمور من مزامير داود النبي، فيروح الاسقف او البطرك يروح نافخ في بقه ويقول له اقبل الروح القدس ويروح نافخ في بقه. هذه النفخة اللي استلموها الاباء الرسل من التلاميذ في يوم 50 لما قال لهم اقبلوا، نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، كل ما ربطتموه على الارض يصير مربوط وكل ما حللتم يصير محلول. هذه النفخة استلمتها الرسل من الكنيسة الاولى حتى الان، حتى الان. فصار فم الكاهن بهذه النفخة مقدس بالروح القدس. فاللي انا قاعد معاه في جلسة الاعتراف
هو روح الله. اللي بينطق بيه الكاهن في جلسة الاعتراف هو روح الله. عشان كده لما اجي اقر بخطاياي، مجرد ان هي توصل في التو واللحظة الى مسامع ابونا، في التو واللحظة توصل الى مسامع المسيح، كأنه اللي قاعد معايا هو ربنا مش ابونا. عشان كده ابونا وهو بيقرا لي التحليل النقطة الخامسة بيقول ضعفي وخطيئته، قوم يقول لي كده ايه مغفورة لك ايه خطيئة. كأنه روح ربنا اللي هي بيتكلم بابونا على لسانه بيقول له قوم مغفورة لك خطيئة. طيب سليم، يعني انا اتمنى ان هو نعلم بيه ولادنا ونعلم بيه كل المخدومين انه في الاعتراف ده سر من اسرار الكنيسه السبعه، سر التوبه والاعتراف، ان مفيش باب هيدخلك السماء الا باب سر التوبه والاعتراف. واحنا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين المعادل حتى يغفر لنا كل خطيئه. النقطه الثامنه هي انه احفظ النص او المعنى. اي انا يمكن تقول لي طب الكبار في السن دلوقتي ما عندهمش مقدره على الحفظ، اقول لك حتى لو فهمت المعنى. بمعنى ايه؟ بمعنى لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى. عارفه يعني ايه يا جهان؟ عارفه يعني ايه تسكن فيكم كلمه المسيح بغنى؟ انا هسالك سؤال، ايه الفرق بين الساكن والزائر؟ جاوبيني. الساكن ساكن دائم، الزائر بيجي يزور ويمشي. بالظبط كده. اللي بيقرا كلمه ربنا على الماشي او لما تسمح الظروف او اسمحها في قداس 40 او في يعني سوري اسبوع الالام او في مناسبات، زائر فتره وايه ويمشي. كلمه الله مش موجوده بغنى فيه، مش ساكنه فيه بغنى. لكن لو ساكن دائم تسكن في كلمة الله بغنى. تمام. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خبأت يعني أحفظته، أو على الأقل مش قادر أحفظ أفهم المعنى المقصود بها ايه. كمان مزمور واحد، أنا دايما أقول أي حد بيسألني على الكتاب المقدس وبقول للسادة المشاهدين، بقول لنفسي عايز تحس وتشعر بكلمة ربنا اقرأ واحفظ، ولو ما قدرتش افهم المعنى اقرا مزمور 1 و19 ومزمور 9 ومزمور 19. ده الاجزاء من اكتر الاجزاء في الكتاب بتتكلم عن كلمه ربنا. 1 9 19 يعني حتى سهل في حفظها، من اغنى الاجزاء او الباراجرافات في الكتاب المقدس تتكلم عن كلمه اللي بتشجع ربنا. كمان الانسان وبتقول انه طوبى الرجل اللي بيسلك في طريق الله. yes. فبتعلم ازاي ان احنا زي ما حضرتك قلت دلوقتي تغيير مسار، تغيير سلوك، ازاي انه لو مشيت في سلوك او في مسار الله بيكون كالشجره المغروسه. تمام. تعطي ثمرها في حياتك. بعد كده في الروشتة او في الوصايا العشره رقم 9 راجع اللي بتقراه كل يوم. بمعنى ايه؟ بلاش يعني خليك زي التلميذ الشاطر، راجع اللي بتقراه كل يوم، راجع اللي بتقراه كل اسبوع، راجع اللي بتقراه كل شهر. ما يبقاش الكلام وخلاص، لا راجعه في مراجعه باستمرار. المراجعه تثبت الكلام اكتر. عشان كده ربنا يسوع المسيح قال فتشوا الكتب، يعني مش تقراها بس، لا فتشوا الكتب لعلكم تجدوا فيها حياه. وكمان كلمه فتشوا معناها ابحثوا، ابحث عن الوصية، ابحث عن الوعد. تمام. ابحث عن الحقائق. تمام. آخر نقطة مع التسعة دول، أعلم واتكلم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه أعلم واتكلم، يعني تكلم بكلمة ربنا يلهج بها نهارا وليلا. هقرأ حاجة بسرعة جدا في تثنية 6 عدد 6 بيقول إيه؟ بيقول على حته تعلم واتكلم، بيقول موسى النبي في تثنيه لشعب بني اسرائيل، اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد. هذا الاعتراف بالايمان، ان تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك.
علم يتكلم بكلمة ربنا بإيه؟ ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، يحفظ احفظها، فتشها، قصها على أولادك، علم اتكلم وعلم أولادك بها، وتكلم بها حين تجلس في بيتك مع أفراد أسرتك، هو ده اللي عايز يعيش كلمة ربنا، وحين تمشي في الطريق هيقابلك ناس غرب كلمهم. يعني ما نهارا وليلا، عارفه يعني ايه نهارا وليلا؟ وحين تنام، انا نائمه وقلبي مستيقظ، يقول كده في نشيد الانشاد. عارفه لما اقعد اتكلم طول النهار بكلمه ربنا، اجي انام وانا نايم عقلي شغال كلمته في عقلي. وحين تقوم، اربطها علامه على ايدك، ولتكن عصائب بين عينيك. عارفه يعني ايه عصائب بين عينيك؟ اليهود دلوقتي المتدينين، لما تروحي تعيشي في وسطهم تلاقي اليهودي لابس الشال اللي بيحطه على راسه ده، وعامل زي حجاب كده، وبيلاقي هنا حته بارزه شويه. اي لما بشوف انا واحد يهودي دلوقتي، لو انا رحت اسرائيل، الحته دي اللي حاططها بتشير على انه هذا الرجل له نسل من سبط، فبيحبوا يفتخروا ان مثلا من سبط يهوذا، يكتب كل نسله هنا من اول واحد في سبط يهوذا لغايه هو، حاجه يفتخر بيها. موسى بيقول لهم ايه؟ بدل ما تحطوا هذا، حطها عصائب، حط كلمه، شيل نسلك انت من كلمه ربنا، لان كلمه الله هي روح وحق وحياه. تمام، حطها عصائب بين عينك، اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى أبوابك. الله، إيه الفرق أبواب بيتك وأبوابك؟ أبواب بيتك يقصد بيها كل حتة أنت بتشوفها، وأبواب قلبك في نفس الوقت. دي آخر نقطة، وأذكر أنه أرميا النبي في إصحاح 20 عدد 9 قال آية حلوة قوي، قال قلت، يعني هو قال في نفسه، قلت لا أذكر ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي قنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك بها ولم أستطع. ما ديش أرمية يقف على إنه يتكلم بكلمة ربنا. النقط العشرة دول رجعهم معاكي تاني بسرعة، خد الكلام على نفسك، صدق كل كلمة تتقال في الكتاب المقدس، خف واتضع، امسك في الوعد، اطلب من ربنا يفهمك، قول حاضر للوصية وللوعد وللحقائق، اعترف بخطيتك، احفظ النص او المعنى، راجع باستمرار، يعني فتش الكتب باستمرار، اخر حاجه اعلم ايه اتكلم. طيب احنا بنشكر حضرتك جدا على العشر نقاط اللي بتساعدنا على التدريب على قراءه الكتاب المقدس، وبنتمنى من كل قلبنا انه الساده المشاهدين تكون الحلقه سبب بركه ليهم، ونلقاكم في حلقة قادمة من برنامج حياتك في كتابك. ربنا يكون معاكم. Yeah.